بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعما نوال، هدى ورحمة للمحسنين. شوف الآية، وقتها يجذبون جذب مبارك، فيه من النتائج أن نكون في حضرة الرحمن. يعني مستحيل باش الإنسان اللي يكون يقارب القرآن ويطرده الله من حضرته أبدا. إذن فكونوا مثلنا أو خير منا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا لسنا في سرعة، صراع أراده المنافقون وأراده الكافرون والملحدون. أحنا مسالمون، ودائما نتمنى أن لا يكون بيننا وبين غيرنا صراع. لكن كما قال نبينا إبراهيم عليه السلام لقومه: وبدا بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا كانوا مش مؤمنين بالله وحده، فهم بدأوا بالعداوة. إذا الصراعات مصدرها أهل شياطين الإنس والجن، هما الصراع. الدنيا من صار حد عليها، وزدنا فتأتينا راغمة، كما قال إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. والدنيا ما سماها ربي دنيا إلا هي دنيا، وقال: لو تصبح مساوية لجناح بعوضة لن يسقي الله كافرا شربة ماء. هذا من الدنيا لا تساوي شيء. يقول لك وسخ دار الدنيا باش يختلك، يعني الماء راهو وسخ وانت اوسخ منه. مالات يا ولدي، وسخ الدنيا جابك لي فك عليك ما تجيش وراه يا ولدي. فما حقوق اعلم، نحب نعيش بكرامة، ونعيش بكرامة، ونعيش براسنا مرفوع. ما ينجموش نكونوا هات يا فلان وسلفني يا فلان، وندخل ونمدوا ايدينا واحنا اذلة. ليس هذا مش ميداننا. وربنا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلم. ورب يقول: لقد كرم بني آدم. احنا على درجتان في الكرم، درجة شاركونا فيها البشر من أول والآخر، ودرجة أخرى ما تكون كلنا، وهي العزة. الكرامة والعزة أخوان شقيقة. نعود بفضل الرحمن.